أنه يعمل في مكان والشغل فيه ثقيل. يقول: وأنا لا أقوم بعمل ثقيل، ولكن معي عمال كبار في السن، وأنا أصغر شخص ولا أستطيع نصيحتهم لأنهم أكبر مني، فكيف توجهني في نصيحتهم في صيام رمضان وهم يتحججون بالشغل الثقيل وكبار السن؟ وجزاك الله خيرا. يعني هو يشتغل معهم نفس الوظيفة؟ يشتغل معهم، لكن وإن كان لا يعمل مثل عملهم، لكنه يعني يريد يعني أن يعني ينصح لهؤلاء كبار السن لأنهم يفطرون في شهر رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. احتجاجا بأن العمل شاق وهكذا. والله يعني مر عليه سؤال للشيخ بن باز رحمة الله عليه، أنه واحد العمل عنده ما في مجال يصلي، تعب وكذا وكذا، قال دع هذا العمل، يحرم عليك أن تستمر في عمل لا تستطيع أن تصلي. إذا كان لا يستطيع أن يصوم يأخذ إجازة، يترك هذا العمل في فترة رمضان كما يقال يدبر نفسه، أما أن يترك الصوم ما يجوز. نعم لو أنه عمل وقصد أن يصوم ثم لحقه إرهاق شديد تعب اضطر يفطر يفطر، أما من الآن من شعبان ناوي يفطر مو صحيح. ثم حتى قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كلمة مريض هاي ليست على إطلاقها، إنسان الآن لو راح يراجع للعلاج حتى لو جاي يشتكي من قشرة يسمونه اسم المريض، لو يشتكي من تساقط الشعر يسمونه مريض. هو كل واحد أقل مرض صار فيه حكة في الجلد ولا كذا ولا راح أفطر، لا، هذا قول للبعض الظاهرية أن أي شيء يصدق عليه لغة المرض خلاص افطر، صحيح. بل أن الإنسان لا يخلو من المرض ولا لا، كل يوم في حكة معينة تطلع حبة تروح حبة تجيك، مرة ضرسك مرة هذا مرة على طول هكذا، لا ما تموت ولا في واحد في يوم كل يوم عندك شغلة صح، يا هل من صبعك من خلص صبعك هذا طلع لك هذا، من خلصك هذا طلع لك هذا، وانت حاش يعني معقول كل ما واحد في حبة شباب ولا في حكة يروح يفطر؟ بعض الناس يتهاون أقل ما تعب شوي، والله أذكر أنا من زمان واحد شو ولا يدخن صيام يا أخي، قال والله تعبت دخنت عشان دخان تعبان، يعني أقل تعب في ناس أقل تعب قالك روح أفطر، يعني الإيمان ضعيف في قلبه. والله يا بعض الناس يا أخوان من كبار السن على نقيض هؤلاء، مريض سكر ضغط بعض العجائز تقول شلون أفطر؟ يا يما أنت اتصلت على الشيخ وسمع إيش يقول، والله حرام لتسوي ما ترضى تفطر ويا ضغط وسكر ومش عارف إيش. هو بعض الناس أقل تعب عشان يشرب سيجارة قال تعبان، الله المستعان، هذا غلط وهذا غلط. فالذي يتق الله ويعرف أن هذا ركن من أركان الإسلام ما يفرط في الصوم علشان عمل ونحو ذلك.